السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هنبدأ النهاردة معاكم مراجعة سريعة وجميلة على مادة الكيمياء. إن شاء الله الأسئلة المتوقعة في الامتحانات. أول حاجة ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا مصطفى رجب خبير العلوم، وتعرفوا زمايلكم عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. بنبدأ أول حاجة السؤال المشهور قوي في أولى ثانوي، بيجي لي في الكيمياء كده: أكتب المعادلات المتزنة. المعادلات المتزنة: تفاعل بيكربونات البوتاسيوم مع حمض الهيدروكلوريك، بيكربونات HCO3 يبقى K HCO3 بيكربونات البوتاسيوم زائد حمض الهيدروكلوريك. طبعا حمض الهيدروكلوريك ايه؟ مخفف، يبقى السهم مخفف او كلمة ايه؟ ضايل. الاتنين صح. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعلة: بوتاسيوم، هيدروجين، كي، اتش وسي او 3 اللي هي مجموعة الكربونات. الاتش والسي ال. طبعا هنا البوتاسيوم هياخد سي ال ويديني كي سي ال كلوريد البوتاسيوم زائد في هنا ذرة اكسجين هناخدها من الكربونات، ما يتبقى ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. طبعا الهيدروجين، الاتنين هيدروجين دول هياخدوا الاكسجينة يبقى يديني مية زائد ما تبقى غاز ثاني اكسيد ايه؟ الكربون هيتصاعد. معادلة مهمة جدا. المعادلة رقم 2 بتتكرر كتير بأكتر من صيغة: هيدروكسيد الكالسيوم أو ممكن يقول لي ماء الجير الرائق، أو يقول لي ماء الجير بس مع حمض الكبريتين. طبعا المعادلة ديت CaOH كل 2 زائد حمض الكبريتيك H2SO4 ضايل او مخفف، كالسيوم سي اي مجموعتين هيدروكسيد، هنا 2 اتش، هنا مجموعة الكبريتات، يبقى الكالسيوم هياخد مجموعة الكبريتات يبقى سي اي اس او 4 زائد، نشوف كده جزيئين مية موجودين، ده الجزيء الاولاني وده الجزيء التاني، يبقى زائد جزيئين مية. أكسيد الحديد 2 مع حمض الهيدروكلوريك، يبقى الوقت هنا حمض الهيدروكلوريك وأكسيد الحديد، أدى أكسيد الحديد، أكسيد الحديد FeO. طبعا قال لي 2 كده يعني ثنائي وثنائي، زائد حمض الهيدروكلوريك ناخد بالنا كده هنا مخفف، نحط هنا 2 عشان يبقى التكافؤ مظبوط من اولها كده خلاص، لان ده ثنائي وده ثنائي. هنا حديد وهنا اكسجين، 2 اتش وسي ال. طبعا هنا هيديني ميه والحديد، طبعا الاتنين قدامها كلور، او الاتنين قدام الكلور، هنا الحديد هياخد ايه؟ الكلور، يبقى هيديني FeCl2 زائد جزيء مية. ان شاء الله نبقى نعمل حلقة مخصوص كده على المعادلات نجمعها لكم كلها اللي موجودة في المنهج عشان نقدر نحلها كويس وبسهولة. السؤال الرابع حلو وفي فكرة، وضح وفي اكتر من مطلوب. وضح بمعادلة رمزية متزنة أو موزونة كيفية الحصول على نترات البوتاسيوم بطريقة التعادل. بطريقة التعادل، كلمة نترات بوتاسيوم وطريقة التعادل، أي معادلة فيها تعادل فحمضه إيه؟ وقلم. نترات يبقى لازم هستخدم حمض النيتريك، أدي أول معلومة، مخفف. طيب هنا لازم هستخدم قلوي إيه؟ في بوتاسيوم، يبقى انا افتكرت ازاي او حلينا ازاي؟
قال لي نترات هذا الشق ممكن اجيبه من حمض النيتريك. البوتاسيوم هذا الشق ممكن اجيبه من ايه؟ هيدروكسيد البوتاسيوم. كسر روابط جزيئات المواد المتفاعله ادى البوتاسيوم وده مجموعه الهيدروكسيد. هنا عندنا اتش موجب وان او 3 سالب. شيء طبيعي البوتاسيوم هياخد النترات وده الناتج اللي مطلوب KNO3 زائد اللي باقي مي. يبقى الوقت هنا طلعنا الناتج الاول الملح اللي هو عاوزه. بيقول لي اذكر قيمة البي اتش لهذا المحلول. سؤال مهم جدا وبتكرر كتير في الامتحانات. اعرف الناتج ده منين؟ ان هو نظام البي اتش بتاعته ايه؟ اولا معروف ان هذا المركب اصلي بوتاسيوم موجب ونترات ايه سالب. كلمة محلول يعني موجود في مية، يعني احط له اتش هنا وهنا ايه اتش موجب. طبعا حمض النيتريك حمض قوي. عندي البوتاسيوم والهيدروكسيد، هيدروكسيد البوتاسيوم قلوي قوي، اذا محلول ملحي متعادل. اذا قيمة البي اتش بتاعته، قيمة البي اتش بتاعته بتساوي 7. سؤال جميل جدا وفي اكتر من ايه مطلوب واكتر من فكرة. اذكر نوع المحلول في كل مما يأتي موضحا قيمة البي اتش في كل منه. مركز لكم على دي لانها كويسة ومهمة. اي مركب يجيلي وعاوز يعرف قيمة البي اتش او محلول ملحي حامضي او قاعدي او متعادل، معلش بنفككه ببساطة. صوديوم موجب وكربونات ايه سالبة. طبعا لما نضيف له مية يعني الاوه اتش الناحية دي وهنا الاتش هنا الموجب هنا. حمض ضعيف، حمض ضعيف وقاعدة قوية، قاعدة قوية. يبقى الوقت هنا هنقول ايه؟ محلول ملحي قاعدي. جه منين؟ لانه يتكون من قاعدة قوية وحمض ايه ضعيف. اذا البي اتش بتاعته اكبر من 7. يعني ايه اكبر من 7؟ يعني ممكن 8 9 10 لغاية 14. نشوف السؤال التاني. اسيتات CH3 COO ومجموعة الايه الامونيوم. طبعا هنا OH سالب والH ايه الموجب. يبقى هنا هيدروكسيد امونيوم قاعدة ضعيفة، قاعدة ضعيفة وده حمض ايه ضعيف، حمض ضعيف. اذا المحلول اللي عندي محلول ملحي متعادل. البي اتش بتاعته اقل او البي اتش عندي بتساوي 7. بيساوي 7 لانه ايه محلول ملحي ايه متعادل، لانه يتكون من قاعدة ضعيفة وحمض ايه ضعيف. عندي كي سي ال، الكي موجب. اعرف منين موجب؟ اي جزء على الجانب الايسر بيبقى الشق بتاعه موجب والجانب الايمن بيبقى ايه سالب. هنحط هنا او اتش سالب وهنا اتش ايه موجب. يبقى الناتج اللي طالع اتش سي ال حمض قوي وقاعدة قوية. اذا المحلول الناتج محلول ملحي متعادل. البي اتش بتاعته بتساوي 7. ده الجزء النهاردة المراجعة واسئلة متوقعة وموجودة كتيرة في الامتحانات. وان شاء الله في الحلقات القادمة هنعمل حلقات مراجعة وفيها اسئلة متوقعة كتير. ما تنسوش الاشتراك معنا في قناتنا وتعرفوا زمايلكم عشان كلنا نستفيد. والى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.